اوكي اكتيفيتي بوك بيج 22 اكسرسايز 2 كتاب النشاط صفحة 22 التمرين الثاني نفس الصفحة 22 التمرين الثاني find words in the article which mean اذا اوجد الكلمات في المقالة التي تعني opposites opposites ممكن هي طبعا تفيدنا بطلابي بمعاني الكلمات بحفظ الكلمات تمام opposites يعني تناقضات او اختلافات في كلمه في النص معنا وردت بنفس النص يا غزال نعم استاذ استاذ كونتراست احسنتي كونتراست انه ما كونتراست تمام اذا كونتراست تناقضات او تباينات اللي بعده نمبر 2 سلو بطيء نعم استاذ بطيء يس استاذ unhurried unhurried excellent احسنت unhurried غير سريع على كلمه هاري سريع ان هي دائما بتعطي شو معنى العكسي اذا اضيفت هذه السابقه الان الى الكلمه فتعطي العكس unhurried يعني غير سريع يعني بطيء slow اوكي طيب اللي بعده ثلاثه small meals وجبات صغيرة وجبات صغيرة هاي شو بنسميها؟ نعم استاذ يس اسراء نعم استاذ سناكس سناكس انتبهوا طلابي كلمة سناكس وجبات اذا قلنا سنيكس بالاي بتصير شو معناتها؟ من يعرف؟ سنيكس بتصير معناتها؟ أفاعي أفاعي أحسنت يا يمنى إكسلنت إذا سنيكس إذا لفظناها سنيكس تعني أفاعي أوكي أما سناكس تعني الوجبات الخفيفة بعده very tall طويل جدا ما هو البناء الطويل جدا شو سمينا نحن very tall طويل جدا البناء شو سمينا ناطحة سحاب ما هيك ما معنى ناطحة السحاب Who remembers? من يتذكر؟ Yes. إسراء تفضلي. Sky scraper. لاحظوا هاي الكلمتين طلابي مؤلفة من قسمين. مشان يكون لفظة سهلة عليكم. Sky تعني السماء. تمام؟ Scraper هو ما يشق. تمام كل شيء يعني سكريبر هو الذي يشق تمام يعني يشق السماء بمعنى يعني ناطح السحاب اوكي ناطحة سحاب سكاي سكريبر فمن هون اجى يعني تركيب يعني اسم مركب ناطحة سحاب سكاي سكريبر اوكي اخيرا levels of a building levels مستويات of a building المبنى مستويات المبنى هذا شو بنسميه نحن مستويات المبنى الطابق الطابق يس كامل unhurried حليناها هي unhurried بالاثنين حليناها يس حنان stories excellent اذا story هي story شايفينها نفس كلمة نفس لفظة كلمة كلمة مشابهة عدد معنى شو هي طلابي قصص ستوريز ستوري انتم ستوري طيب شو الفرق بين ستوري هاي ستوري وقصه استاذ هاي الاي هذيك ما لاقي نعم استاذ اكسلنت احسنت يا يمنى اذا هاي فيها اي اما القصه كلمه ستوري قصه ما فيها اي ماشي اوكي تمام هيك بيكون حلينا وظيفه النص ايضا